سوق الجملة المصري هو سوق غني بالمنتجات المستوردة والمحلية، ولكن في الآونة الأخيرة غزت المنتجات المستوردة من الخضار والفاكهة أسواق الجملة بشكل مطلوب. نسبة الفاكهة المستوردة 70%، ونسبة المحل 30%، وكل مالها في النازل. يعني هو المستورد عالي وماشي، لأنه في ربح للتاجر، في ربح للمستورد، لكن بتاع المحل أصلا بيضرني وبيضر الفلاح، ما فيهوش شكل عيش، ما فيهوش مكسب. حرام الفاكهة المصرية تقتلها الفاكهة الأوروبية اللي جاية من قارة أوروبا وقارة آسيا. المفروض يبقى في ترشيد، المفروض تبقى الفاكهة المستوردة 30% والفاكهة المحلية تبقى 70%، مش يبقى العكس. طب العكس، ما هو ازاي؟ طب ما الفاكهه المصريه ماتت كده. المستورد 99% والمحل 1%. يعني عندك زي سلعه زي الرمان دي تحط في الثلاجه، مش لاقي مش هبيع يشيلها. ويؤكد التجار ان المنتج المصري ضعف امام المنتج المستورد، حيث تفوق المنتج المستورد من ناحية الربح والجودة والكثرة وجودة التعبئة والتغليف. هو المستورد أحسن، إنه بيستحمل شوية، المصري يوم التاني بيبوظ يترمي. المستورد حتى لو باظ برضه بيتباع، يعني لو بعشرة بيتباع بخمسة بأربعة بثلاثة، المهم بيتباع. المصري بقى باظ ثاني يوم بيترمي. تحتل المنتجات المستوردة من الخضار والفاكهة أسواق الجملة المصرية، ولكنه من الملاحظ أن الإقبال عليها ليس كبيرا نتيجة لارتفاع أسعارها عن المنتجات المحلية. أحمد عيد، مصر الزراعي.